ودعته وكنت حاسة إنه هو رح يروح وما يرجع، لأنه هو كان حاسس وكان يحكي. كان أسوأ وداع، قال لي ماما احتسبيني عند الله واستودعيني عند الله قبل ما يروح. وراح، وكنا مترددين إحنا نوديه على الرحلة، وراح وما رجع الحمد لله. ابني فات علي بيحكي لي بابا نزل على البحر الميت، باص المدرسة غرز بالطين. دغري أنا قلبي حسني إنه لا، دغري حطيت على قناة الأردن، مع إنه من زمان ما حطيت عليها. أول ما شفت المنظر، السد المفتوح اللي هم بنكروا إنهم فتحوه، فعرفت إنه هو توفى. ما صدقت عيوني بس شفته جثة قدامي، ما صدقت. بس ضليتني هيك أحط إيدي عليه وأحس. لما شفته بارد كتير عرفت إنه متوفي. لما قعدت أحكي معاه وما يرد علي عرفت إنه توفى. كانت يعني صدمة كتير كبيرة، ولهلأ أنا بعاني منها، ولهلأ أنا عندي أعلى درجات الاكتئاب، مو قادرة أتقبل. يعني الحمد لله أنا مؤمنة، بس شيء صعب جدا. يعني لما أشوف أي إشي بخص ريان أو حدا قده أو حدا بعمره ما بتحمل، والحمد لله كل حال. يعني أنا لما أسمع صوت الباص بحاول أسكر أدني، صلاة العيد بسكر أي شيء هو كان يعني يعمله، ما عم بقدر لا أسمع ولا أتصور. وريان كان صديقي، إنه حسبي الله ونعم الوكيل، ويحيدون من نفس الكاس إن شاء الله، والزمن دوار. هلا من يوم الثلاثاء، كان يوم الثلاثاء يوم أجاب لي ورقة الرحلة، فإحنا كنا رافضين نوديه، فغاب يومين حردان يعني عشان إحنا نضطر نوافق ويروع على الرحلة. وللأسف وقعنا له على الرحلة آخر شيء بآخر يوم، وطلع هو آخر واحد. والصبح الساعة 9 قبل ما يتحرك الباص حكى زوجي مع المدرسة ورفضوا إنهم يرجعوه. وفي شغلة هيك كتير مضايقتني، كأنه كان عارف إنه هو رايح، طلب من كان ضايل شهر لعيد ميلاده، قال لي ماما عملي لي عيد ميلاد، وأنا رفضت أعمل له عيد ميلاد. قلت له ليش بتفاول على حالك؟ قال ليش بتفاول على حالك؟ والحمد لله، الحمد لله رب.